خير الزاق يا كريم يا الله يا الله. انا وانت خرجت من المستشفى وقطعت المسافه هذا كلها علشان تقول لنا كلمتين هذا حاكى ما تشتي اشتي اعرف من هو جابر الرياحي. ابا ابا عميري والله لاخطرك يا صخر. معقول صخر له علاقه باختفاء غسان؟ مش قادر اصدق انك تبرحت بكليتك وغلطت الغلطه هذه. افرض انه حصل لك حاجة، أنا إيش كنت بسوي؟ أنا مش قادر أصدق إيش، ولا قادر أصدق حب إيش. ما لقيت إلا خيزرة وتخطبها، وأنا يا ناصر. مش نبهت عليش إن هذه المرة ما بتخرج بيتي ولا هذا؟ لا هي سهل سهل، مش وقت الحين. قوم قوم، يكفيك كسل، يكفيك مرض. قوم بسر ابن صفية ما بيفعل بنا حتى هي ما عاد خليت لها حالها الله يرحمها وقدي في قبرها. يعني مش انتوا عارفين انه صاحبكم بسام؟ تأخرت علي يا يحيى.
أنت ماشي يحيى؟ من معك يا مروى؟ أنا أخو يحيى صخ. وين يحيى؟ ليش فلت وما عاد جاش؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا هلا. حيا بيحيى. حيا. كيف انت يا عم جابر؟ بخير بوجودك ودلتك علي يا ولدي. الله يحفظك. سلم يا مروان. حياك يا عم جابر. مرحبا. حياك. كيف حالك؟ الله يسلمك. حيا. بارك الله فيك. اديت لك غدا يا عم جابر، قم تغدى. الله يحفظك. بسم الله. الله يطعمك من خير الدنيا والآخرة. آمين. هلك ما بدي أكله. متخيل لك مني ما بين أشوفش، لكن أحس. الله يحفظك يا عم جابر. أنت بتشوف أحسن مننا. البصيرة قلبت البصر. إلا قل لي يا ولدي، كيف أختك؟ الحمد لله والشكر. شكلك مهموم يا ولدي. اسمع يا ولدي، لو واحد يجلس يفكر في الهم ما يجي له إلا الهم والغم. بصير حالتي أنا يا ولدي، دخلت نفسي في هم لو ما لف بي من كل الجهات، ما عاد قدرت أخرج. أنا محتاج دعاك يا عم جابر. هم قد زاد علي ولف بي من كل بقعة، والله ما عاد دريت منين أبدأ. لك تاني يا ولدي، مالك؟ ما به؟ أو يحيى تبرع لأخته وحصل بالشي. لا تقلقوني أكثر، كلموني. لا لا يحيى ما تبرعش، أنا اللي تبرعت الريحانة. يحيى انقتل، مات غدر. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يعجل بزوال من عجل بموتك يا يحيى. يحيى كان فارح بك وكان مهموم، مش قادر منين يبدأ. كان يشتي يجمعك بأمه وخواته تلت أمه، وكان يشتي كمل الذي قد كان ناصر بادئ يسويه، يجمع ويسدد بين القريتين. الله يرحمه، شكلها الخير ما بيدو، وما هو بس سهل الشر يتقلب. يا أخي ليش مسكونة؟ ما في عندناش حاجة. يعني تشين وتكون متلبسين؟ ما أناش داري، على الأقل أحس أنني أستاهل. ما وقعت سارق إلا من يوم ما عرفتكم. الله أكبر عليك يا سليم. مو تقول أنت؟ مو باقي معانا والله ما فاهم حاجة. تحسسوني ان انتو بريا ولا فاهمين حاجة. احنا شوية سرق شغلنا خلق الله وقبضوا علينا، استوعبتوا او ازيد؟ انا والله ما قال لي احباط من يوم ما عرفتكم. الان شين سؤال، ما عرفتوا ان سيروا غسان؟ ممكن طلب اشيكم تسكتوا الاثنين، نعرف كيف نخرج من هذا الورطة. غسان شكله فحاط. وهذا الثانية وليد. وليد عبال أي حاجة، المهم أن سيروا. وليد وكل شكله هرب القرية. الحمد لله على السلامة يا أخي، ألف لا شر عليك. الله يسلمك يا أختي نوال، كيف حالك؟ الحمد لله يا أخي، الله يحفظك. صدقي قد كنت شفت الموت وقناتنا العافية. الحمد لله يا أخي، الله قدر ولطف. الحمد لله على كل حال. كيف مرامي؟ كيف حاله؟ الحمد لله بخير، هي ذهي نايمة. أمانة يا أخي تسامحني، ما قدرت أسوي لك ولا أي حاجة. تسلمي يا نوال، ما تقصري.
سخر الشباب ما قصروش. احس ان ربي رزقنا ثلاثه من اخواني ما فلتوناش ولا ساعه. بالرغم انه سخر مقهور على اخوي يحيى مصدوم من كل شيء. ها يا اخي والله العظيم كلنا مقهورين على يحيى. لو تشوف حتى مروان حالته حاله كانه اخوه اللي مات. الله يرحمه يحيى. وحيد عنده اخته سهل. اهم شيء كيفها اليوم؟ احسن من امس. مدريد مسكوا توفيق وعمير وسليم. ايوه متى هذا؟ مش عارف متى. وغسل الان مختفي. ايوه غسل. سلام يا سود. كيفك يا سد؟ كيف وحيد طمني عليك؟ مالش اليوم احسن. كيف انت؟ الحمد لله تمام. ليش ما تكون تجي عندنا يا مروان؟ تنبسط مع الشباب. مروان يا نجيب ما وش حق سمرات. مروان يلا يقصد الله على عياله. تخيلوا يا شباب هذا الولد بات بالكوليرا وعاد مدوا. ليش انت تعرفه؟ الا عاد مسعفوه ما كمل ساعتين. يا الله منين جانا هذا الوباء؟ لا حول ولا قوة الا بالله. مروان. ايوه. ادخل عندنا سبك. ادخل يا اسد. يا شباب. يا صخر ضروري تعمل فحص. قد فحصنا كلنا. دحي وين الدبه اللي عقبناها؟ ما لكم هكذا ربشتونا؟ حق الشرب الدبه الناقصه اللي جنب الغاز والباقي ما احتياط. اعمل له كلور عشان نشرب منه. ايش عملت مع جابر الريحاني؟ جابر هذا قصته قصه. انا مستغرب هؤلاء الناس كيف عايشين. المشكلة انهم ساكتين لهم سنين وكل واحد زعلان من الثاني. قال لك ليش ما بيسألش عليه؟ من كلامك هذا يبان ان جابر معذور لانه اصلا ضعيف بصر. انا مسكت له الكلور. يحيى وعد جابر انه يوصله لعند راجح. الله يرحمه. يا صخر لا تدخل نفسك في مشاكل مع الرياحنا والمجاوره. حتدخل في مشاكل اكبر من اللي انت فيها الان. انا لازم اكمل ما بدا بناصر المناوري ويحيى ابنه. اسمعني ولو المره واحده بس. المشاكل في القريه وصلت للنار والدم ومستحيل انها توقف بسهوله. يعني أنا إيش قلت لك؟ البنت ناقص مرض علّة ما تكونش تجيبي له هنا. يو مالك صلي على النبي. أنا رحت لعند الدكتور وعلى الطريق مريت لعند وحيد. إيش؟ أنا إيش قلت لك؟ قلت لك مليون مرة ما تجيبيش الطفلة لهنا. المستشفى مخبوز خبز بالكوليرا. بعدين وحيد إذا ما تحملش المرض كيف بتتحمل الطفلة؟ يو بسم الله على بنتي لا تكونش موسوس. أشتي أثبت براءتي للرياحنة والمجاورة ولازم يعرفوا إني بريء من دم صابر. طيب وعاد يقدر تقول لهم من هو القاتل؟ إذا لا تسرعش. قرار رجوعك مش سهل خاصة أنك مش عارف إيش اللي بيحصل لك في القرية أو يواجهك. لذلك مش وقته. ليش بتضحك؟ ذكرني كلامك هذا بالكلام الذي قال لي هي المرحوم يحيى الله يرحمه. قال لي نفس الكلام. مراجح لا تسرعش. القلوب ما قديش نظيفة والسد مغلق ما فتحوش لليوم. حتى لو قالوا لك ان القرية تغيرت واختلفت السالة أضكم ما تغيروش من زمان. بس لو تعرف يا ولدي كم بنعاني بعيد من أهلي وقريتي وناسي وبيتي. تعبت يا ولدي تعبت تعبت. طيب أنا كنت أسألك
كم لك من أخوك جابر؟ ما قدرت أبيعه. كان نفسي أفعل شيء لريحانة وأشارك في علاجها. قدت مبلغ يساوي له عند يحيى الله يرحمه، لكن رفض يأخذ المبلغ. كان نفسي شيء من ذكرى يبقى عندي، لكن هلا عندي اليوم إن شاء الله نزور الحاج عابد وعند لبيت حفيدتها المجاورية. المراض ما له صاحب، يحيى باع المنحلة والزرع من أجل أخته. والمشكلة إن حميد شكل ما يقبلش بالزلط، وشكله يشتي لها في المنحلة. حميد يشتي لها في الدنيا كلها، لا شبع ولا قنع. راوية ها قربي الغداء. حاضر. هيا بسم الله. بسم الله. صحش الله يا بنتي. ناو كم جهدها العيف هذا؟ أتمكنها سيرة جاية؟ أجعل الله لكل ضعف لطف. على الله. الرياحين عايشوا الليلة يخطبوني. لا تستغربوش ولا حاجة، كل شيء عايصبر، أهم شيء وقفة كرمعي. أكيد إني أوقف معاش. أنتي بنتي وحبيبة قلبي، بنتي الذي ما خلفتهاش. وأول وقفتي معاش إني بنصحش لا تكرري غلطتي مع الريحنة. الله يتممها لش على خير ويجمعكم على خير ويسعدكم إن شاء الله أنتي وهو. دلادلا في العجينة ما فعلت بش. بين أفكر بأختي صاحبتي وخايف عليها من علوي لا يفعل فيها مكلبي، والمشكلة إني ما أقدرش أصلح لها أي حاجة غير إني أدعي لها. لا تقلقيش ولا حاجة. هاي يا بنتي. ما شاء الله حالي. خطوبتش تأخرت وسام قالت إني أتكمل الفستان. الفكرة فكرة أمي، لأن فعلا احترت أشدي ليش من هذي. أحرجتوني والله. يلا الآن ادخلي جربي خلينا نشوفه كيف بيطلع فوقش. خالة؟ أمه لا تفجعيني عليش. أمه عم حميد. مالك هلا؟ ذكرتني وأنا صغير لما كنت أهرب في هذا الغرفة. كنت تدور عليا في البيت كله إلا هذا الغرفة. كنت أجلس فيها مرعوب منك، لكن في نفس الوقت داري إنه لا يمكن يخطر ببالك إنني داخلها. كنت أخاف منك
لدرجة إني مرة هربت له فوق الموقد وحركت يدي. يعني ذا الحين قد كبرت قدك رجال وشجاع. أنا شجاع من يومها، لكن مثل أي طفل يشوف أبوه هو بينجلط ويموت أمامه بسبب عمه، ويلقى نفسه في يوم من الأيام يتيم لا أب ولا أم، تحت سلطة عم ظالم قاسي، شيء طبيعي أنه يخاف. كل شبر في هذا الغرفة عيشهد أنك السبب في موت أبي، وأنا كنت تحت هذا الصندوق بين أسمع وأشوف كل شيء. كان أبي بيحاول يحميك من شر نفسك، لكن ما قدرش يحمي نفسه من شرك. يا بني آدم افهم افهم، أبوك جرح قلبه بسبب أمك، جت له حالة نفسية بعد ما غرقت وماتت، قلنا إن الله يعوضه بأم راوية وتسعد حياته، لكن الله يهديها ما نفعلها، أدت لها الجلطة. أنا ما ليش داري ليش حسك إنه أنا سبب في موت أبوك. اسمعني يا ابن صفية، شا أقول لك كلمة مرة واحدة وبس، ما شتنيهاش. أنا ما ليش مجبر إن أنا أجلس أبرر لك. محمد قبل ما كان أبوك كان أخي، سندي وظهري، كنت أبدي علي في كل شيء لأنه كان طيب، لكن كانوا الثانيين بيستغلوا. أنت اللي استغليت ضعفه وحب الأمي الله يرحمها. بعد ما ماتت أمي زوجت بأم راوية، وكان غرضك شيء ثاني وأنت عارف ما هو. جلست بعد بعده لا خليتي يقر ولا يستقر، لو ما مرطع وجننته وزيخت عقلب بالأراضي والورف حق مراوية، لو ما خرجتها من داخل البيت. أنت لي مثلك ما حد يقدر يعيش معه. هذا الظاهر المجاورية فعلت لك اللوثة ولعبت لك بباقي عقلك. وجود المجاورية في حياتي هو اللي رد لي عقلي ورد لي الحياة وكشف لي حقائق كانت غايبة عني وفوقني من الوهم الذي كنت عايش فيه، والآن أصبح كل شيء واضح أمامي. كلام والله كلام. ناهي كان أصبر شوية على كلامك الجلف هذا، أقل حاجة لو ما أوافق لك على المجاورية هذا. اسمعني يا ولد، داخل على المجاورية هذا البيت ما فيش. البيت هذا بيتي مثل ما هو بيتك بالضبط. لا تحلم لا أنت ولا المجاورية أن أنتوا تدخلوا بيتي هذا، وتقوم الآن تخرج من بيتي فورا. سير دور لك بيت عند أمك حيزرة وابنها صخر مدري حجرة. يلا ولا تهم شي يا ابني، أنا شاسر أخطب لك أنا وأزفها لا عندك، بيتنا هو بيتك. أنت داري إن أنا بين حباك وبسرك ساعة واحد من الجهال، أنت ساعة صخر وسلمى وريحانة ويحيى. مالش أمه ولا شي ابني، الله يرضى عليك. أنا كان نفسي أزفك أنت ويحيى سوا. تعالي بالرحمة، تعالي بالرحمة. يلا يما أنا مضطر أمشي الآن. مالك مستعجل؟ شرجع أشرح ليش بعدها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا وي يلا تأخرنا يا يلا. هي ما قد معانا، عادت يبني وصلتنا المدينة، ما قد معاكم. لا بس الفريق وصل. صاخر أنا ما عادوا ناقصني لا قهر ولا غلب، يكفي ما قد حصل لي، يكفي أني فقدت أبوك وأخوك. ارحموني أنا تعبت وأنا بين ودع، أنا اشتي البيت هذا يستقبل يفرح. هيستقبل ويفرح لما، لكن الموضوع هو بسيط،
هؤلاء الفريق وفروا خزانات بعد ما عجزوا انهم يفتحوا السد، واحنا وعدناهم ان احنا نوقف جنبهم. وانا ما دخلني لا نشتي خزانات ولا نشتي برك ولا نشتي افقد احد منكم. ام يحيى وصخر وصخر، هذا امر الله، لا السد ولا غيره يقدر يوقف امام امر الله. وبعدين هذه فرصه وجت لايدينا، نرفضها؟ انا اشتي اهل القريه يوقفوا مع الحق وضد الباطل. الصادق كلهم منك انت، انت وحقك الفيس اللي ما كوداك بتراسل وتكتب الا ما حد داري اين احنا. والفريق هذا انا شخرج له انا. امه اهدي. اوف حمد بيقول ايش نفعل بالخزانات وما بركة الغريب وما الوادي موجود. يعني سألتكم بالله ما يشتونش نرتاح ويوصل المال كل بيت؟ الصدق أنا ما همش نفسي ولا هم تعبي، أنا بين هم الماء اللي عتكمل. شكلي شرجع مثل عاتقة، أصير أفتح السد بنفسي. يا رب يا رب ارزقني صبر من صبرك يا أرحم الراحمين، عيالي بيدوروا لي الهم والغم من العدم. خلاص خلاص ولا يهمكم، يلا يا سد يلا. الحمد لله. صبحت يا باب. لك الحمد والشكر يا رب. نور الله يرضى عليك، بعد ما تكملي تغدي بزي الضاء وخرجين للجرح. يا باب قد المغرب باقي ساعة للمغرب يا بنتي. يا باب أنا معي غدو اختبار نشتي أذاكر. وأنا ما قلت لش دي لي هنا عرف لا لكفين، اجلسي وذاكري وكل ضانة داري يا بلكفة. ما هي يا باب؟ السلام عليكم، كيف الحال يا رجال الرياح؟ الله وبركاته. حياكم الله على العين وعلى الراس. اهلا اهلا وسهلا. ما حد ينزل ولا خلفه، خلوا كل شيء مكانه. منو سمح لكم تدخلوا الخزانه للقريه؟ انا يا حميد مالك بتفكر؟ شوف العيال هؤلاء بيلعبوا ويخططوا في القريه، والسبب انت والمناوري هذا. أنا الذي سمحت لهم يخططوا ويدخلوا الخزانة. حميد مالك بتدخل أنفك في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة؟ أنا من القرية هذه ويعنيني كل ما بيحصل فيها، والخزانات هذا ترجع. الخزانات ترجع؟ ترجع؟ الرياحنا مش بحاجة إلى خزانات طالما معاهم السد. دام عزك يا حج مقدام. أنت اسكت لك بس لا تحاكاش. هذاك عرفت الله قبل يومين ان معك ام، ذا الحين جاي تقلب لي القريه. حتى لو ما عرفتهاش ابدا لا تنساش اني صخر ناصر المناوري. هذا ارض الرياحنه وما بيش لك فيها ولا شبر واحد. هاي سلاح ما بفعل السلاح ده صلاح نسل السلاح ما بفعل. الامور بعد الهجمه بهذه الطريقه. كلم صاحبك الجديد، الامور ما تحتاج هكذا، مشيه بالبلطجه. وانت يا عم انا من رايي انك تسكت، لأن الموقف ما شوفي صالحك والقلوب قد ملان منك. هكذا قد قلبك ملان من عمك يا علوي؟ سهلة يا جماعة، احنا قد وعدنا أهالي القرية بأن الموضوع حله بسيط، فقط أنكم بتعاونوا مع بعضكم البعض، وهذه الخزانات لبعض البيوت والخزانات الباقي باقي بالطريق. خلاص اسمعني يا ابني، أنت وين معك؟ الخزانات نزلوها واطرحوها حيث ما تشفي، أهم حاجة عندي مصلحة القرية وأهلها. اسمع أنتو، ولا خزن عينزل، الأرض أرضي وعندي إثبات بهذا الكلام. أش سمعت أنا يا حاج عابد؟ أش سمعت يا حبيب؟ سمعت أنك عاد تستقبل الرياحنة وتوضع يدك على يدهم وتزوج بنتنا على ابنهم. اهدأ يا حبيب اهدأ. كيف اهدى كيف اهدى يا حاج عابد وانت عارف ان الرياحنا قتلوا صابر اخي وان دمه سر هدر. اسمع يا حبيب،
أنت تاري إن الحاج عابد إذا قال كلمة ما يرجعك عنها أبدا. لازم تراجع نفسك وتعرف إن الماضي يرجع من جديد، وأنت عارف إن الرياحنة تملك هو الست وتملك هو الماء وتملك هو الطري. أم حميد، علوي وصخر عند الحاج مقدام، وقنعوا الحاج مقدام أنه يخطب لعلوي المجاورية. أيوة، هذا الذي كنت متوقع له. وعلوي بدأ يستقوي بصخر زيد. ها، فكر معي كيف نضرب عصفورين بحجر واحد. من هم عصافيرك يا محمد؟ الحاج مقدام والبلطجي صخر. حاج مقدام، ما نش معك، ما نش معك يا محمد. ما دام وصلت لعند الحاج مقدام ما نش معك. زيد، أنت معي ولا مش معي؟ هذا مهمتك. أنا حميد الرياحني، وما بش إنسان يرفض لي طلب، مفهومة؟ ماشي. صخر بدأ يتقوى بالحاج مقدام، وهيعمل في القرية ما يشتي ويلعب بي لعب. ما عليك إلا نخرج صخر من داخل القرية. أيوة، ونخرج الحاج مقدام من الدنيا وما فيها. ولا يهمك يا ولدي، حميد خلوه علي، واحنا عنسير نطلب لك يد المجاورية. يا حج مقدام، حميد هذا استقوى على كل الناس وبيعتقد ان القرية ملكه، برغم انه ناصر المناوري كان من قرية المجاورة وتزوج رياحنية وانتوا قبلتوا به وبجلسته معاكم وبرغم المشاكل اللي بينكم. صحيح يا ولدي، حميد لا يطاق، حتى ابنه جننه. وانت يا ابني، ابوك الله يرحمه كان فعلا نيته صالحة، كان يشتي يخمدنا رفتنا، يشتي يفتح السد، رجل صالح. يعني أرض السد ما هيش لحميد وحده وبس. حميد اشترى أراضي كثيرة جدا، من وكيف هذا الذي ما نعرفه. واللي عقد الموضوع إنه في يوم مقتل أبوك في ليلتها سرق الفصل، واختفى جابر واختفى راجح، هذا عقد الموضوع. يعني يا حج مقدام، طالما الفصل اختفى من يوم مقتل عمي ناصر، اذا اللي بيديها الفصل الان ما بيش معمل ملكية غير الورق، يعني ما ليش الحق انه يبسط على اي ارض. اكيد، واجمعهم على خير. خير يا حميد، كل خير يا حاج مقدام. ما بالله جيت أذكرك، لأنك الظاهر قدك بتنسى، كبرت ما عندك حجة. السن له حكمه. مقدماتك ما بتعجبنيش يا حميد. تذكرني بإيش؟ أنت عارف إن الفصل انسرق ليلة مقتل ناصر بالذات. ما قصدك يا عم حميد؟ اللي يقصده إن اللي سرق الفصل هو الذي قتل ناصر المناوري. أنتوا عارفين أن قتل ناصر خارج القرية في طريق المجاورة، يعني القاتل المجاوري.
الفصل كان في بيتي يا حميد، مش في طريق المجاورة. وناصر كان في بيته وخرج، ومن ليلتها ما عاد رجعش. وانت وين كنت ليلتها؟ كنت عند راجح بنطفي الحريق. يعني ايش الذي تسي توصل له يا حميد؟ ليش قلت الناصر؟ وليش سرق الفصل حق السد من بين فصول الرياحنا كلها؟ هذا الذي تسي توصل له؟ معناها يا حج مقدام ان القاتل يهمه ان السد ما ينفتحش. اكيد. اذا احتمال كبير انه ما يكونش من المجاورة. اللي يقصده عمك يا اسد، الناصر سرق الفصل وانقتل ليلتها. ايوه، انا ما قلتش حاجه. جلس جلس يا حميد، انا معي لك كلام كثير. نور، نور يا نور، كان دخلتي الظن. يو، اين هذا الحين؟ ليش ما بتجاوب هذه البنت؟ صلوا على رسول الله يا جماعة. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله. يا رجال المجاورة، بعد إرسال الواسطة حقنا لعندكم وبعد ردكم للواسطة بالموافقة، جينا على طول، جينا لعندكم طالبين راغبين خاطبين بنتكم هالة لولدنا علوي. احنا طبعا بيننا مشاكل وخلاف من زمان، لكن هذا ما يكونش عائق امام ابنائنا. وانتم فيكم الخير، كنتوا السباقين بالموافقه، وكما يقول المثل كل شيء في بابه. واحنا طلبنا عند كبيركم الحاج عابد المجاوري، ومنتظرين نسمع ردكم. إنا منكم صدق يا ريحنا، أتشي في عروقكم دام، أتشي فيكم واحد معقول إنا جيتوا تخطبوا مننا ونسيتوا ما بيننا وبينكم من دماء، وكنا نحاول نجين عندكم نحل المشاكل وكنتوا تردون، فشتي تجربوا كيف كان رد الرجال، ولهذا طلبكم مرفوض. والله ما وقعت. احنا تجيبونا لهنا برجلنا لعند المجاورة من اجل نهتم؟ وزن كلامك وتصرفاتك يا حميد، احنا ما نتصرف بحماقة وخلي العيبة في وجيههم. احنا قبائل ونعرف القبيلة، انتوا جيتونا ورجعناكم ما هناكم، لكن انت يا عابد فعلتك كبيرة كبيرة. كله بسببك يا مقدام، انت منك كسروسنا. أما علوي في حسابه عندي عسير، ما حد يمشي بعد كلام الجهل اللي احنا. سهل سهل يا حاج عابد، ما تموت العرب إلا متوافية، قسما لا أرد لك الصاع صاعد. قم يا وجه البلا، قم قم جاي حرك. اسمع يا حاج مقدام، الذي بيننا وبينكم انتهى يا مجاورة، والوش من الوش ابيض. هذا التصرف اللي تصرفت يا حج عابد تصرف شخصي منك انت، ما يعنيش اهل المجاور ولا باي شيء. انا فعلت ببلعاني ومتعمد على ما يدك في غليلي وغليل المجاور كله. احنا قبائل بنعرف اصول الناس، وهم جو موافق مننا وهم تحت سقفنا وخشبتنا، واللي عملت هذا عيب. وانا كلامي مع فرس، وحتى لو كان بيننا دم
عادي تحكمنا قبيلة وعرف وقيم. تصرفك هذا يا حاج عابد سوج وجيهنا، ولا عد عرفنا كيف نتصرف. صح اني رافض هذه الخطوبة من بدايتها لنهايتها، لكن يا حاج عابد الصدق جعلتنا عاجزين امامهم. قم. اللسان يقتل مثل ما الرصاصة تقتل. لكن الفرق ان اللسان يتحكم بها العقل مثل ما الرصاصة يتحكم بها الزناد. ضم الأيام يا سد الغريب، هل من مجيب؟ إحنا السبب ولا الزمن أصبح غريب؟ صرنا جروح للوقت وأحزان السنين، هل باقي روح للكره ولا للخلاف؟ كم حلمي مات فينا ولا غير الحنين، متطرقين حتى من الفرحة نخاف. عمر الخلاص مكان بارود ورصاص، كم من عيون تصرخ لنا العمر ضاع وولدنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. العمر ضاع وولدنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. تعود الحياة حتى تعود المياه، إلى مغاني النفوس قبل الربا قبل الغروس. والكل نفسه قطيب مثل المحب للحبيب، نفتح طريق القلوب يسقينا سد الغريب.